طيب صباح الخير، يا رب تكونوا اتجبرتوا وربنا جبركم في امتحان الاحياء النهارده، لان انا بسجل الفيديو ده قبل الامتحان الصبح عشان اصور لكم بقى الفيديوز. ربنا يجبركم دايما في حياتكم وفي امتحاناتكم، انتوا عملتوا اللي عليكم وتعبتوا كتير، سيبوا كل حاجه على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا ييسر اموركم كلكم. ملخص الكلام، انت لازم تركز قوي في الفيديو ده عشان هاكد على حاجات قلتها قبل كده في خطه المراجعه. انت هتراجع ازاي؟ سمي الله صلى على رسول الله، ركز معايا. اول حاجه، انت اوريدي اصلا لو انت معايا خلاص اهو على المنصه في ليله الامتحان، مراجعه ليله الامتحان زي ما قلنا، انت هتلاقي الفيديو اول ما تفتح فيه دقيقتين كده، فيديو ازاي تسرع الفيديوهات على المنصه، علشان يوم ونص يا حبايبي مفيش يوم وقت كتير، انتوا كده كده هتسرعوني، فانا قلت اسهل عليكم يعني. وكمان يوم ونص عايزين نفرم فيه كل حاجه. طبعا انت هتلاقي عندك هنا فرم الباب الاول لحد الثالث، فرم الرابع، فرم الخامس، البيئه بتنزل، واخر حاجه بعد ما تخلص المنهج كله، ركز معايا الله يبارك لك، بعد ما تخلص المنهج كله هنزل لك فيديوهات تاني يوم بقى بكره ان شاء الله، او فيديو واحد بس حل الامتحانات التجريبيه. يبقى انت هتفرم معايا الامتحانات التجريبيه. طيب دي اول طريقه، ان انت اوريدي لازم هتذاكر ده، سواء هتنزل معاه سنتر لازم تشوف كل الفيديوهات دي، سواء هتاخد كمل معاه اونلاين بس هتشوف كل الفيديوهات دي. معلومه مهم، اللي هينزل اصلا معايا سنتر هو هيحل معايا الامتحانات التجريبيه في ساعتين بس، الوقت ضيق. فعلشان كده انا لا يعني انت لازم في البيت تكون فارم في كل الفيديوهات دي بتاعت المنصه قبل ما تجيلي السنتر. و ده لو انت هتجيلي السنتر ساعتين، عايز توفر وقت مفيش مشكله، انا كده كده نازل بس عشان اكون معاكم واطمنكم واحل شويه حاجات وما اكونش سبتكم لاخر لحظه. طيب حلو الكلام، انت دلوقتي شفت الكلام ده كله وعايز تكتسحه، بس في يا جيو انا في ابواب نسيها بعينها. زي ما احنا اتفقنا، انت مثلا هتخش على اليوتيوب هتلاقي في هنا قوائم التشغيل اهي، هتلاقي المنهج في 7 محاضرات، ادي المنهج كله، وفي في اخر حاجه خالص الجزء النصح الناقص من باب رابع. المهم المنهج كله هتلاقيه هنا، مش هشوفه اليوتيوب ومش هشيله خالص يوتيوب. طيب حاجه مهمه بس بخصوص الورق، الورق طبعا انت عارف هتحمله ازاي، انت هتحمل الورق من مذكرات هنا، هتلاقي تلخيصات الباب الاول والرابع واسئله البيئه والامتحانات التجريبيه، وكمان هنزل لك تلخيصات بيئه. حته مهمه جدا، ناس كتير بتقول يا جيو ما تنزل لنا التلخيصات والاسئله. التلخيصات والاسئله ملهاش لازمه خالص من غير الفيديوهات. طبعا ما فيش حاجه اسمها توقعات في النظام الجديد، فمش ده الورق اللي هيجي منه الامتحان الصبح، بس ده هيهيئك جدا بفضل ربنا للامتحان الصبح، وانا بشرحه كلمه كلمه فين؟ على فيديوهات المنصه. فانت لازم يكون معاك الورق ده على الموبايل لو انت ما لحقتش تطبعه عادي، او لو طبعته خلاص مفيش مشكله، بس لازم تكون مركز في كل كلمه انا بقولها في حل الفيديوهات عشان تستفيد. انا الاسئله دي عاملها عشان وانا بحل الفيديوز على المنصه اجيب من اول الباب خالص لحد اخر كل باب بالافكار، واحل شفوي كتير، اهم حاجه الشفوي. والتلخيصات عشان لما تكون ذاكرت وعصرت نفسك تبص فيها في كده بفضل ربنا في الامتحان تبدا تلخص الدنيا وتبدا تفتكر كل حاجه. حاجه اخيره، ناس كتير جدا بتقول يا جيو ما تنزلها يوتيوب، انا والله لو عليا انزلها يوتيوب عادي، لان رقم واحد لان اصلا اوريدي تكلفه المنصه في ليله الامتحان مبلغ رمزي، فكده كده مش فارق معايا كتير. رقم اتنين، خليها يا عم ها لله زي ما بعمل معاكم لله دايما. تالت حاجه، ما انا كده كده هيجي لي فيوز على القناه ومش عارف الكلام ده، امال ايه اللي منعك؟ اللي منعني حق ربنا ان في ناس اشتركت ودفعت فلوس ليله الامتحان من اول شهر 7 كتير، فهيبقى ظلم جدا لو انا نزلت يوتيوب فيديوهات ليله الامتحان على المنصه. طيب استسيب اليوتيوب خالص؟ لا، انا عملتهم بفضل ربنا ال7 فيديوهات دول بتوع التحدي الاخير، المفروض كنت احذفهم وقتها، ما حذفتهمش، وموجود فيهم المنهج من اول كلمه لاخر كلمه في 7 ابواب، اللي عايز يراجعهم بسرعه ويسرع الفيديوهات. ملخص الكلام يا حبايبي، ربنا يوفقكم ويسعدكم. رقم واحد، لو انت معايا على المنصه هتشوف برضو فيديوهات اليوتيوب لو انت عندك وقت، وبعد كده تفرم فيديوهات الشرح هنا باذن الله. يبقى كده لخصت وشرحت وحليت افكار كتير واتدربت على المنهج من اول كلمه لاخر كلمه. لو وطبعا الورق هتحمله وتنزله على موبايلك او تطبعه. لو انت معايا على اليوتيوب بس بفضل ربنا برضو فيديوهات التحدي معاك انا مش همسحها، من اول كلمه لاخر كلمه شرح وحل شفوي كتير وتلخيصات بسرعه، بفضل ربنا هتستفيد. انا بحبكم جدا، انا واثق فيكم جدا، ربنا ييسر اموركم ويسعد لكم احلامكم وفرج همومكم. ما تنسوش يا جماعه، الناس اللي هتنزل معايا ساعتين السنتر هيشوفوا كل ده برضو على الاونلاين عادي، هيجي يحل معايا امتحانين تجريبيين بس. شير الفيديو على قد ما تقدر، حل يعني يوصله لكل الناس على قد ما تقدر. يوم ونص بس احنا كنا جدعان، كنا ابطال، تعبنا كتير يا ابطال بجد، ووصلنا لنهايه المشوار زي ما بقول لكم دايما. ربنا يوفقكم يا رب، انتوا تستاهلوا كل خير وتستاهلوا كل تعب، انا معاكم لحد بعد الامتحان، مش هنام غير لما اطمن على كل حد فيكم. ربنا يوفقكم ويسعدكم، ربنا ييسر اموركم ويسعد لكم احلامكم ويفرج همومكم.